في ظل تنوع الأعمال الدرامية ما بين كوميدية وتاريخية والتشويقية والاجتماعية، ينتظر المشاهدون عرض مسلسلات النصف الثاني من رمضان، حيث يقتصر معظم مسلسلات النصف الأول على 15 حلقة فقط، بينما ينتظر عرض مسلسلات جديدة بعدها. إليكم أبرزها في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير. تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب عدة سنوات من خلال مسلسل جت سليمة، ويشاركها في البطولة محمد سلام، شيرين، سامي مغاوري، محمد ثروت، خالد الصاوي، ميان السيد، ومن إخراج إسلام خيري وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، في حين يشارك الفنان الشاب أحمد داش بمسلسل الصندوق، ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم الغموض، ويشارك داش في البطولة هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبد المنعم. كما تعود الفنانة غادة عبد الرازق للمنافسة في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل تلت التلاتة، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويشارك التمثيل أحمد مجدي، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين. النجمان مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن يدخلان في المنافسة في موسم رمضان 2023 بمسلسل كشف مستعجل من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، هنادي مهنا وإلهام وجدي، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي. كما يعود الفنان أحمد السقا في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل حرب، والذي يشاركه في بطولته الفنان محمد فراج، ويتم عرض المسلسل خلال 10 حلقات فقط، ومن تأليف هاني السرحان وإخراج أحمد نادر جلال. تنافس النجمة منى زكي بمسلسل تحت الوصاية، الذي تدور أحداثه على مدار 15 حلقة، حيث تجسد منى زكي في العمل شخصية سيدة اضطرت إلى العيش كالرجال من أجل العمل ورعاية أسرتها، حيث تعمل منى خلال أحداث العمل عاملة في الميناء لدهان السفن ومراكب الصيد. وأخيراً تشارك الفنانة منى شلبي في النصف الثاني من شهر رمضان بمسلسل تغيير جو، والذي يأتي في 15 حلقة، وتدور أحداثه حول الشريفة والتي تعاني في حياتها العديد من الأزمات، ويشاركها في البطولة إياد نصار، ميرفت أمين، عصام عمر، شيرين، والمسلسل من تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف.